بكم. تحل الذكرى السنوية الأولى لأحداث 30 يونيو في مصر وما تلاها هناك، ولا تزال حالة الاحتقان تخيم على المشهد السياسي وإن خفت حدتها برأي البعض. موجة ثورية، ثورة، انقلاب، عام مضى ولا يزال الخلاف محتدما داخليا وخارجيا حول توصيف ما جرى من أحداث. استحقاقات مهمة تم إنجازها طبقا لخارطة المستقبل التي أعلنت قبل عام، ولكن البون لا يزال شاسعا بين المأمول وبين ما تحقق. فما هو المخرج؟ وهل هناك من فرصة لتحقيق مصالحة وطنية؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية أخذ زمام المبادرة؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا مكي هلال وأرحب بضيوفي. معنا من القاهرة الأستاذ خالد داود مساعد رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ودكتور حازم الرفاعي عضو اللجنة المصرية للدفاع عن الدولة المدنية عضو حزب التجمع أيضا. أرحب بهم جميعا وبكم. لكن قبل أن نبدأ مشاهدينا ومستمعينا حوارنا هذا، نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس آراء بعض المصريين إزاء الوضع بعد 30 يونيو. بعد مرور سنة من 30/6 مصر ابتدت تستعيد دورها وتوازنها ودورها في المنطقة وتستعيد هيبة الدولة. قبل كده ما كانش في دولة، كنا مرشحين نبقى زي سوريا ولا زي أي دولة من الدول ولا زي العراق. السيسي عاد للبلد هبتها. هو الوضع الاقتصادي والسياسي اعتقد انه في تحسن سنه، بس على الاقل الوضع السياسي بعد خروج الاخوان الامن استتب شويه، الناس بقى عندها قابليه ان هي تشتغل او تعمل اي حاجه للبلد. الوضع الاقتصادي وضع مزري، الاحتياط النقدي بيقل، جالنا اكتر من 20 مليار دولار معونه من دول اللي دعمت 30 يونيو ما نعرفش راحوا فين. ال 20 مليار دولار دولت اقتصاد دوله، اقتصاد تاني، فلما يضيعوا في سنه يبقى راحوا فين؟ اهدروا ازاي؟ طبعا اثرت على الاقتصاد، اثرت على الاقتصاد جامد جدا. يعني في استهلاك ومفيش انتاج. في استهلاك، يعني حتى الناس تقول لك ايه الحاجه بتغلى. طب ما هو يا جماعه احنا ما بننتجش، احنا قاعدين، احنا بننتج حاجه من ايام الثوره، من ثوره 25 يناير ما بننتجش. التقييم بالنسبة للحصى واللي احنا شفناه قوي جدا، وكان إيقاعه سريع، وهيكون أسرع إذا قضينا على الفساد الموجود في جميع المصالح والوزارات الحكومية. دلوقتي الرئيس الجديد طبعا الاستقرار والأمن بدأ يهتم بالأمن كتير قوي. الإرهاب نشكر ربنا الحمد لله بقاش فيه إرهاب، بقاش فيه مظاهرات، قلت بكتير. الانفجارات فيه انفجارات بس قلت من زمان. زمان كان الدنيا كانت بايظة، كانت الإرهاب كان بيدخل كتير في البلد. كانت هذه إذن عينة فقط من آراء الشارع المصري حول ما جرى ويجري منذ عام في مصر. أنا أبدأ نقاشنا هذا من القاهرة مع سيد خالد داود. أسألك أستاذ خالد، عام مضى وجرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقال، هل الأحوال في مصر أفضل اليوم؟ يعني من المؤكد أنها ليست كما كنا نتمنى. نحن على الأقل يعني قطاع من المصريين الذين شاركوا في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف ثورة 25 يناير. هو السؤال اللي حضرتك بتطرحه هو سؤال صعب في الواقع، يعني لأنه أنا شايف من الناحية العملية أن الاستمرار في حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي كان سيؤدي بالبلاد إلى كارثة بمعنى الكلمة، لأنه كان رئيس غير قادر على إدارة شؤون البلاد. طريقة إدارة جماعة الإخوان المسلمين لشؤون الدولة استعدت جميع المؤسسات، كان هناك تهديد حقيقي بحرب دينية وطائفية وربما حتى حرب أهلية بين المصريين أنفسهم، نتيجة لأن جماعة الإخوان المسلمين اعتمدت منذ البداية على أنها تنظيم مستقل لها أتباعها وأنصارها التي تستخدمهم ربما أحيانا كميليشيات
في مواجهة الأطراف الأخرى، طريقة إدارة الرئيس السابق مرسي للشؤون الخارجية أدت إلى العديد من المشاكل، سواء مع دول إفريقية كما حدث مع إثيوبيا، حالة من التوجس على الصعيد يعني الإقليمي وعلى الصعيد الدولي أيضا. فمن المؤكد أنه كان من الضروري يعني انتهاء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي أخل بكل وعوده، سعى لتمكين جماعة الإخوان المسلمين، كتب الدستور بمفرده، أصدر إعلان دستوري ديكتاتوري منح نفسه سلطات واسعة لم يمنحها لنفسه أي رئيس من قبل. فلذلك كان من الضروري بالفعل إنهاء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأيضا بسبب الخطاب الطائفي ضد طيب الأسلاميين. ماذا عما بعد مرسي ونحن نحاول أن نشخصه ونبحث فيما جرى خلال هذه السنة؟ استعرضت لنا ما قبل ذلك أنت. نعم، لا وانا قصدي يعني استاذ مكي انه لانه بالفعل هو سؤال مهم، يعني هل كان ما تم في 30 يونيو و 3/7 ضروري ام غير ضروري؟ انا اقول انه ضروري، ولكن ما انتهى اليه الامر الان ليس هو بالتاكيد ما كنا نطمح اليه كقوى مدنيه شاركت في ثوره 25 يناير وكانت تعمل في بناء نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يقوم على تعدد الاحزاب واحترام حقوق الانسان. يعني احنا كقوى مدنيه شاركت في جبهه الانقاذ ولاحقا في 30 يونيو كنا بنقول ان احنا بنشارك في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف ثورة 25 يناير، ولكن من المؤكد أننا يعني شهدنا تراجع عن تلك الوعود. كان هناك وعد حتى من المؤسسة العسكرية نفسها ألا تقوم بأي دور سياسي، فإذ بنا نجد وزير الدفاع السابق يترشح لمنصب الرئاسة، هناك قوانين تصدر مثل قانون التظاهر يتم بمقتضى اعتقال حتى الأطراف التي شاركت في 30 يونيو، هناك استمرار لحالة من التدهور الاقتصادي، هناك يعني هذا النوع من الدعاء الذي كنا نعرفه جيدا في زمن الرئيس السابق حسني مبارك من التركيز على الرئيس وعلى إنجازاته، بينما يعني الواقع على الأرض ليس بالضرورة كما يقال في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة. فبالتالي ما حدث في 30 يونيو كان ضروريا، ولكن الواقع الآن ليس كما كنا ننبغي كقوة دفعت عن ثورة يناير وعن رغبة بناء نعم. مجتمع مدني. هذه ملامسة أولى وقراءة أولية في الحقيقة، سنأتي على تفاصيل تفكيك هذا الوضع المستمر منذ سنة فيما بعد. أخذ رأيك دكتور رفاعي، أنت قراءتك لهذه السنة المصرية المختلفة والحافلة بالأحداث في الحقيقة. هو الحقيقة الواحد لازم يستوعب عمق الأزمة السياسية التي كانت واجهتها البلاد في عهد الرئيس محمد مرسي، وموقف الشعب المصري اللي كان محدد وواضح. يعني أنت في أوقات كثيرة في تاريخ الشعب المصري، الشعب المصري عمل هبات متعددة، كان يقول يسقط مبارك، يسقط أنور السادات، يسقط جمال عبد الناصر، ولكن في المجابهة مع جماعة الإخوان المسلمين كان الشعار يسقط حكم المرشد، لأن هذه المجابهة كانت مجابهة شديدة مع جماعة قوية جدا مستندة لها أزرع إرهابية متآمرة. يعني مرسي لم يكن يحكم، المرشد هو الذي يحكم. هو طبعا يعني والشعب المصري تمكن من أنه كان المسألة بالنسبة له واضحة أن الشعب المصري يحكم في الخفاء بجماعة الإخوان المسلمين اللي هو يعرف تاريخها ويعرف اندماجها مع لجوءها الدائم والمستمر للإرهاب والسلاح وغيره. طبعا عمق الأزمة ديت لم ينتهي، يعني المواجهة لا زالت موجودة حتى اليوم. يعني احنا النهاردة وامبارح حصل تفجيرين في القاهرة أمام الاتحادية، فجماعة الإخوان المسلمين مصرة على أن تصعد الوضع وتصل به إلى المواجهة. هذا لا على كل هو حتى نكون أمناء، لم يثبت أن جماعة الإخوان وراء هذا التفجير. أمال هيكون مين سيادتك؟ هذا سؤال يوجه إلى الأجهزة الأمنية المصرية ليس لي. هو الحقيقة المواجهة واضحة جدا، هي مواجهة ما بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، ومصر أمامها طريق واحد مثل طريق جنوب أفريقيا عندما تخلصت من التفرقة العنصرية. عندما تخلصت جنوب أفريقيا من التفرقة العنصرية، كل من نادى بالتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا استبعد من العمل السياسي. جماعة الإخوان المسلمين لابد أن تستبعد من العمل السياسي، لابد هي مستبعدة الآن. نحن نشخص الموقف، سنأتي إلى الاستشراف الآفاق الممكنة. هي مستبعدة الآن، هي مستبعدة ولكنها تلجأ للسلاح، تلجأ إلى ومسنودة دوليا. يعني جماعة الإخوان المسلمين يسندها دوليا الولايات المتحدة والحكم في بريطانيا وأماكن كثيرة جدا في العالم، حتى الآن تناوي الحكم المصري وتصر على خلق حالة من حالات التوازن. لكن قياداتهم في السجن عفوا، وهم يقولون أن مطالبهم بالتغيير سلمية وليس تغيير سياسي وليس عسكري أو بالقتال أو بالحرب الأهلية. والله هذا غير واضح. يعني المثل اللي حصل امبارح او اول امبارح من ناحيه التفجيرات يؤكد
لماذا تتسرع في توجيه اصبع الاتهام؟ هناك اجناد مصر تبنت وهناك منظمات اخرى، لان الشعب المصري لم يفقد ذات هواء اسلامي ربما، لكن ليس الاخوان. لا، هو الحقيقه الثعابين لا تلد الا الثعابين. جماعه الاخوان المسلمين تاريخها طويل في استخدام السلاح واستخدام العنف ضد كافه الانظمه السياسيه. قتلت الرئيس انور السادات، رفعت السلاح ضد الرئيس حسني ضد الرئيس جمال عبد الناصر. السادات لم يتورط فيه الاخوان، عفوا. لا، ازاي؟ السادات هو عقد الصلح، عبود الزمر. السادات هو عقد الصلح الاستراتيجي الضخم مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو الذي اصطدم اصطداما هائلا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحداث سبتمبر، والذي انتهى حكمه على أيديهم أيضا. الجماعة الإسلامية لن نعود كثيرا لتقليب التاريخ هذا السنة. اللي أنا بقوله أن الشعب المصري لم يفقد الذاكرة. الشعب المصري حتى من أيام الملك فاروق استخدمت جماعة الإخوان المسلمين السلاح. انظر حولك في المنطقة العربية، من يرفع السلاح الآن ضد كافة الدول في المنطقة العربية؟ تنظيمات ترتدي مسوح الدين الإسلامي، وكلها خارجة من بطن جماعة الإخوان المسلمين. ليس هناك من تمايز بالنسبة إليك إذا تقصد تنظيم الدولة الإسلامية والإخوان؟ كلهم في النهاية واحد؟ استخدام الإسلام كعقيدة سياسية يؤدي إلى استخدام السلاح. واضح. قراءتك أستاذ محمد سودان عام بعد ما حدث سهام كثيرة توجه للإخوان المسلمين رغم أنهم أبعدوا أو ليسوا في السلطة الآن، تقييمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جماعة إرهابية لا نعرف التفاوض ولا نعرف السلم ولا نعرف أي شيء، كما ذكر ضيفك العزيز. نعم. نعم، وكل التفجيرات وكل ما يحدث فنحن مسؤولون عنه. يعني هي ضرب من الهراء وضرب من الغفلة أو نسيان التاريخ. يعني لما يكون في واحد بيقول أنا مسؤول عن هذا الأمر، يقول له برضو الإخوان. واحد ما جالوش نوم امبارح يقول له الإخوان السبب. واحد جاله إسهال يقول لك الإخوان السبب. هناك أحكام قضائية بالإعدام في أحداث. لا، ما تكلمنيش عن الأحكام القضائية. رجال أمن. القضاء المصري سقط. تشكك فيه يعني؟ جدا جدا. يعني ايه واحد يحكم على 1200 واحد بالاعدام في اسبوعين؟ اعتقد ان يعني القضاء المصري يعني سقطات كثيره جدا على عهد السيسي. وده طبعا يعني من يقرا التاريخ جيدا يعرف ان هناك شخصا اسمه صفوت الشريف، وصفوت الشريف كان يعني هذا عهد مضى، نحن نقلب ايام مرسي. صفوت الشريف عاد لها. الان على يد السيسي بفكره، وقد استغلوا هؤلاء القضاة بشكل أو بآخر حتى يصدروا هكذا أحكام. قال على العالم كله هذه أحكام لم يسمع عنها العالم كله. يعني إيه بنات يتظهروا الساعة 7 الصبح تحكم عليهم ب 14 سنة سجن؟ يعني إيه طلبة أزهر يتظهروا أمام مشيخة الأزهر تحكم عليهم ب 17 سنة سجن وتقول لي إن في إرهاب؟ يعني إيه واحد يقتل 7500 واحد وتقول لي أصلا دول إرهاب؟ أي إرهاب ده؟ أما مسألة الآلاف من رجال الأمن قتلوا أيضا. لا، رجال الأمن هم الذين يعني مصر الآن دولة بوليسية بامتياز، دولة عسكرية بامتياز، أصبحت دولة خوف ودولة إرهاب. يعني من الذي قتل 2600 واحد في بضع ساعات؟ تقصد في رابعة وفي النهضة. نعم، هذا هو القتل. لكن هناك من يقول أن الإخوان زجت بهؤلاء وقودا للمعركة، ومعركة لا تعني هؤلاء كنت في رابعة. يعني أنا كنت في رابعة. لم يكن هناك أحد. أنا كنت في رابعة. يعني أنا أزج ببنتي عشان تتقتل زي بنت البلتاجي؟ من العاقل الذي يزج بابنته ابنة 20 سنة عشان تتقتل؟ وأحمد عبد العزيز بنت حبيبة التي قتلت، والعديد من الناس الذين قتلوا. لا، هذا هراء. والقتل كان يعني دموي. يعني هذه ليست أخلاق بشر حتى. ما يحدث لم يكن بشرا. أنا يعني حقيقة ما حدث في رابعة وغير المغزرة، أنا عندنا حوالي 50 مجزرة مش بس رابعة، والأسكندرية حضرت المجزرتين في الأسكندرية بنفسي. قلت لأمامي 25 طفل في سموحة في أمام مسجد علي بن أبي طالب. الضابط كان يقتلهم بدم بارد. ألستم كإخوان يعني أول من بدأ بهذا الإقصاء؟ هناك من يقول مقارنا بتجربة النهضة في تونس، استفردتم بالحكم واعتمدتم مبدأ التمكين بل أردتم تطبيقه، وهذا معروف في أدبياتكم، ولم تشاركوا ولم تؤمنوا بتشاركية في الحكم، ونشرتم كل قياداتكم في مفاصل الدولة، وبدأتم فورا بأخوانة مصر لا ببناء مشروع انتقال ديمقراطي. كلام عظيم جدا جدا، بس لما حضرتك تقول لي هذا الكلام بدون ادله يبقى كلام مش مظبوط. لا يعني انا عندي كام وزير من الاخوان؟ لا دي واحد. حتى الهيئات الدبلوماسيه كانت اغلبها من الاخوان. دي واحده بس. انا عندي 35 وزير منهم 7 من الاخوان، يبقى دي اخوانا. انا عندي 27 محافظ
منهم في البداية كانوا 5 وبعدين في النهاية بقوا 9. يبقى دي أخوانا كل مفاصل الدولة ممسوكة بالعسكر، كل رؤساء المحليات ممسوكة بالعسكر، رؤساء المصانع، مجالس إدارة المصانع الكبرى ممسوكة بالعسكر. لو كان الأمر كما تقول، لماذا ينقلب العسكر على أنفسهم؟ لا لا لا، لأن القضية إذا كانوا ماسكين كل شيء كما ينقلبوا على أنفسهم. شوف القضية من أصلها، القضية من أصلها، نعم قلبوا علينا مش على أنفسنا، لم يكونوا ماسكين. القضية من الأصل أن العسكر كانوا لا ينتوون نقل سلطة مصر إلى مدنيين، ووعدوا في البداية أنهم سينقلونها خلال 6 أشهر، وكذبوا في هذا الوعد، وتماطلوا حتى سلموها بعد 16 شهر، وكان المفروض أنهم يسلموها إلى أحمد شفيق، لكن للأسف فشلت وسلمت إلى محمد مرسي. فكانت المؤامرة أن يستعيدوها مرة أخرى، ولكن يستعدوها بمؤامرة قوية جدا، ويعني حصيلة بقى العام اللي احنا فيه الآن. أنا عندي أكثر من 42,000 سجين، 100,000 على الأقل هارب، 7,500 شهيد على الأقل، حالات اغتصاب عديدة جدا، منهم آخر واحدة داخل مدرعة، نقيب شرطة يغتصب طفلة يعني طالبة في كلية الصيدلة داخل مدرعة، ما يحدث في مصر. أحكام معذرة 23 يونيو 4,500 سنة أحكام في يوم واحد على مناهضين. في هذا المقطع الاستقرائي من البرنامج فقط حتى نوزع ونشرك الجميع، أذهب للأستاذ خالد في القاهرة، أسألك عن الثورة والدولة وكيف حالهما الآن، الجماعات المدنية وشباب الثورة أين هو الآن، وما علاقته برئاسة السيسي وهذه الفترة التي امتدت منذ أقل من شهر تقريبا. نعم يعني بالطبع أحوالنا ليست على ما يرام، بس اسمح لي بداية أن أنا يعني بعلق على الحوار الذي دار قبل قليل. طبعا أنه بيوجه يعني بيعكس تماما حالة الاستقطاب اللي احنا بنعاني منها في المجتمع المصري. يعني أنا أكيد متفق مع الأستاذ من حزب التجمع في معارضة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن لا أعتقد أنه من المفيد تعميم اتهام بالإرهاب حتى من الناحية الأمنية البحتة. نحن نريد أن نعرف من المسؤول بشكل مباشر عن العمليات الإرهابية لكي يتم ملاحقته قانونيا ووقف هذه العمليات الإرهابية. نحتاج إلى انتقاد وزارة الداخلية عندما تصدر جماعة مثل أجناد مصر بيان تقول فيه أن لدينا قنابل في هذا المكان، ثم تتقاعس وزارة الداخلية عن التعامل بجدية مع هذا الأمر، فتقع عملية إرهابية ويسقط نتيجتها 2 من كبار الضباط. ويحتاج أيضا بكل تأكيد أن يتحدث عن قانون التظاهر، عن حالة الاختراب التي يعيشها الشباب الذي شارك في ثورة 25. نعم، لذلك سألتك عن شباب 6 أبريل والقوى الثورية الأخرى والمدنية. سنأتي لقانون التظاهر سيء السمعة. لا انا بس يعني عارف هيك الواحد لازم يعرض الصوره كامله تماما، كما ان الاستاذ زيدان يعني لازم يقرر ويعترف ان انا لم نعد في 30/6. يعني مش معقول، انا حاسس كان انا كنت في احد البرامج الحواريه مع الاستاذ زيدان شخصيا يوم 28/6/2013، نفس الكلام، لم يكن لدينا سوى 9 محافظين، 7 مش عارف وزراء، كل هذا الكلام، هذا النوع من الخطاب العاطفي والقاء الارقام، 7000 ماتوا هنا و2500 هناك والأحكام وكل هذه الأمور، رغم أنه بالطبع يعني أنا واحد من الناس شايف أن أحكام الإعدام الجماعية اللي صدرت وأحكام السجن الغيابي اللي صدرت ضد الشباب الثورة بالسجن لمدة 15 سنة كلها أحكام بتثير العديد من الشكوك والتساؤلات، ولكن يعني يجب أن نمضي قدما كما نقول. يجب أن يعترف الإخوان المسلمين والأستاذ زيدان أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، السيد مرسي لن يعود رئيسا لمصر مرة أخرى، ونؤكد في نفس الوقت قوة مدنية على تمسكنا بمبادئ الدولة. اعترفوا بذلك على ما يبدو ولو على مضض. سيد خالد، لم تعد مرسي الرئيس الشرعي، الشعارات تغيرت كأنها لا. لا أعتقد ذلك يا أستاذ ميكي، يعني أنا أتلقى بيانات الأستاذ زيدان وأتلقى بيانات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وهي بيانات تواصل نهج التهييج والدعوة إلى الثورة وإنكار أي مسؤولية عن أعمال العنف الحالية. أنا مش هتهم زي ضيفك الآخر جماعة الإرهاب بالمسؤولية، جماعة الإخوان بالمسؤولية عن الإرهاب، ولكن من المؤكد أنها تستفيد منه كغطاء سياسي. يعني هم يراهنون على فشل النظام الحالي، على حدوث حالة من الانهيار الأمني، الانهيار الاقتصادي، من دون أن يضعوا في الاعتبار أن ده هيجي على حساب الشعب. يعني هم لازم يتصرفوا كجماعة وطنية أنه هذه الحالة من عدم الاستقرار وحالات الإرهاب وتدهور الاقتصاد سيضر بنا جميعا كمصريين، لكن هم يحاربون أمنيا وقضائيا وعلى أكثر من جبهة. كيف تنتظر منهم سيد خالد أن يتعاملوا مع هذه السلطة التي يصفونها بالغاشمة أيضا؟
شوف حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي في موقف اقرب لما يكون بالبيضة والدجاجه، نعم. ايهما اولا؟ يعني لابد ان يعترف الاخوان المسلمين اولا بان ما حدث في 30 يونيو و3 7 كان تعبير عن اراده شعبيه، انه اخطاء واخطاء فادحه، لا يكفي ان يصدروا اعتذار يقولوا فيه نحن اخطانا ولكن الجميع قد اخطاوا. الاستاذ زيدان الضيف اللي مع حضرتك قبل اسابيع، محمود زيدان طبعا انا اعرفه جيدا، محمد زيدان عفوا، اصدر بيان تعليقا على الانتخابات الرئاسيه الاخيره التي فاز فيها الرئيس السيسي، وقال ان 6 ملايين مصري فقط شاركوا في هذه العمليه، منهم 4 مليون من المسيحيين المصريين. هذا هو نص ما قاله في بيانه، يعني استمرار لخطاب التحريض الطائفي ضد المسيحيين المصريين، تأكيد أنهم غير صالحين لحكم مصر. فبالتالي لابد أن نمضي قدما ونعترف بأن ما حدث في 30 يونيو كان تعبير عن إرادة شعبية. من الطرف الآخر الحكومة يجب أن تتوقف عن هذه الحالات من القبض العشوائي، من ليس من مصلحتنا أن يكون هناك 20,000 شخص في السجون، ليس من مصلحتنا أن تصدر أحكام جماعية بالإعدام 1200 بالفعل زي ما قال، هذا لن يؤدي إلى بناء مجتمع مستقر، ولكن لا يمكن أن يبقى المتشددين هم المسيطرين على صناعة القرار لدى الطرفين. هذا ما نحتاج إلى أن نقوم به. نعم. بكل تأكيد. نعم. يعني أنا أنتقد الخطاب اللي هو بيقوله الأستاذ زيدان، وأنتقد برضو الخطاب اللي بيعمم سأعود للأستاذ سودان لدي حق الرد بالتأكيد، فقط قبل أسأل دكتور رفاعي، واضح من استعراض الضيفين ليست الأمور على ما يرام في مصر قضائيا، أحكام مغلظة، قانون التظاهر أساء لسمعة مصر، الجانب الأمني الضرب يصل إلى قصر الاتحادية والتفجيرات هناك، رغم أن السيسي أعلن أن أولوياته الأمن والاقتصاد، ما الذي تحقق في النهاية؟ خليني أقول لحضرتك أن ما يدور من صراع سياسي لا يدور في فراغ ولا في أنبوبة اختبار، نعم. إنما يدور في منطقة في الشرق الأوسط يوجد فيها صراع دموي رهيب جدا، هناك دول تنهار حول مصر، وما حدث في 30/6 هو معجزة أثبت أنقذ بها الشعب المصري نفسه والخروج من الأزمة. لولا اللي حصل في 30/6 كانت مصر تحولت إلى العراق وغيره. قد يكون عندك دولة ضعيفة، قد يكون عندك مشاكل، ولكنك تستطيع فعل الكثير طالما الدولة موجودة. نحن نعرف ثمن غياب الدولة وانهيارها وتحولها إلى فراغ مثل ليبيا ومثل العراق. يعني مع الإخوان كان خطر فراغ وسقوط الدولة قائم؟ بالتأكيد. أنا أدي حضرتك مثل بسيط جدا، لو استمر حكم محمد مرسي في مصر كانت خطة مكان بالنسبة لغزة وبالنسبة لسيناء تحققت. إحنا تواجد عندنا لأول مرة في تاريخ مصر الرئيس جمال عبد الناصر استورد مكن وآلات وتصنيع، الرئيس السادات استورد الانفتاح الاقتصادي وغيره. نعم. كان عندنا رئيس يستورد الإرهابيين، الرئيس محمد مرسي استورد الارهابيين من غزه ومن سوريا وافرج عن جميع الارهابيين، والمؤتمر اللي حصل بالنسبه لنصره سوريا دلاله على كده، احتفال 6 اكتوبر دلاله على كده، مؤتمر الشهير في الملعب تقصد. طبعا فاحنا كان عندنا رئيس يستورد ارهابيين، والوضع الحالي اللي موجود في مصر، انا الحقيقه برد على الاستاذ خالد، احنا مش مع مواجهه ضد الاخوان المسلمين، احنا نريد لبلدنا ان يستقر، ونحن أي واحد بينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أنا بعتبره خسارة للحركة الوطنية المصرية. لكن عفوا تبادل منطق الإقصاء لن يؤسس ولن يبدي شيئا. هقول لحضرتك على حاجة، الشيء الأساسي أن يتم استبعاد فكر استخدام تنظيم معتمد على السلاح، تنظيم معتمد على الفكر الديني السياسي، واعتبار أن من يخرج على الفكر الديني السياسي دوت هو كافر، الخروج عن الدولة. مضطر لمقاطعتك عذرا دكتور، لنذهب إلى فاصل قصير، نعود ونواصل بعد وحوارنا هذا من شاشة راديو بي بي سي عربي، ابقوا معنا. عالمك، صورك، رؤيتك، رأيك، شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل معها العالم. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي، اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو
على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية وأنت فقط تتحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com. أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة، والتي نتناول فيها المشهد المصري بعد عام من أحداث 30 يونيو وما تلاها. لكن قبل أن نبدأ الحوار، المقطع الثاني منه نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس وجهات نظر بعض المصريين أيضا إذا تحقيق المصالحة وأفاق المستقبل الوطني المصري. المصالحة لازم تبقى من الطرفين. أنا شايف بس الحكومة بس هي اللي بتعرض المصالحة والطرف الآخر رفض المصالحة. والله مصالحة على أسس، مش مصالحة على حد أقوى يفرض عقد إذعان. لا، أرفض المصالحة السياسية، عشان أنا حسيت إن إحنا اديناهم فرصة. كل اللي ارتكب جريمة يعاقب، وبقية المواطنين ما ياخدش موقف عدائي من فصيل سياسي بعينه. يعني طالما إنه مواطن ولا مرتكب جرم فأهلا به مواطن صالح. المواطن ارتكب جرم القانون يتصدى ليه، ياخد جزاء العادل. لكن مش أنا مش مع أن احنا نستبعد فصيل أو نقصف أي فصيل أيا كان. هو مصالحة سياسية بعيدة عن الإرهاب. كل من أعمل فعل إجرام في البلد ده ما ينفعش فيه مصالحة سياسية. معنى كده لأي حد يعمل يرتكب أي جناية بقى يقول لك مصالحة سياسية، ما مش هينفع. طبعا المصالحة السياسية دي في كل المجتمعات، يعني كل الحضارات او كل الثورات اللي قامت قبلنا كان فيها مصالحات سياسيه، وكانت المصالحات بتبنى على اساس اجتماعي، ترابط اجتماعي واهداف سياسيه لكل المتخاصمين في الوطن. لازم يكون في مصالحه علشان خاطر لازم الوطن يتبنى على اكتاف اولاده. لو فضلنا متناحرين بالشكل ده عمرنا ما هتقوم لنا قومه ولا هيبقى في دوله. لا، هو في ضروره طبعا لاجراء المصالحه ديت، بس ليه بقى؟ طبعا عشان تبقى للشعب نفسه، تبقى فايده للشعب نفسه واستقرار للشعب. مش معقول انا اقتل اخوك وتيجي الصالح معايا، اقتل ابنك وتيجي الصالح معايا. عينة اخرى اذا من اراء المصريين حول المصالحه، ضرورتها، امكانيه قيامها، والافق المصري في القادم من الايام كيف عساه يكون. اعود اليك دكتور رفاعي، وكنت قاطعتك لضروره الفاصل قبل ان نعود. ذكرت المثل الجنوب الافريقي وهو يستحضر كلما ذكرنا موضوع المصالحه. هل توفرت شروط المصالحه في بلد غير امن، غير مستقر ومنقسم، اعني مصر اليوم؟ الحقيقة أنا لما بجيب المثل بتاع جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا تم استبعاد من العمل السياسي فيها كل من نادى بالتفرقة العنصرية. لكن البيض ظلوا جزء من الوطن. هو حد بيقول إن الإخوان المسلمين مش مصريين؟ نسمع نغمة إقصاء حتى تخوين. الإخوان المسلمين مصريين، وليس عندهم احتكار على الدين الإسلامي. ليس عندهم ايضا يجب ان يعترفوا بهذا في المقابل. ليس عندهم احتكار على الدين طبعا. يعني المثل اللي ضربه الاستاذ، يعني الدين ليس اصل تجاري يستاثرون به. بالضبط. هناك الدين، العلاقه ما بين الانسان وربه، هناك الدين العلاقه الاجتماعيه، وهناك الدين السياسي، وهناك درجات من استخدام الدين السياسي. جماعه الاخوان المسلمين حولت نفسها الى امبراطوريه ماليه مسلحه بتطرح نفسها كبديل عن مؤسسات الدولة المصرية. لكن يا سيدي هم يقولون جزء فاعل من المجتمع المصري منذ 1928، لا يمكن اقتلاعهم لا بالقضاء لا بالأمن، ولا فشل أغلب الرؤساء في السابق في محاولة ذلك، وأنت أدرى مني بالتاريخ المصري. الحقيقة جماعة الإخوان المسلمين منذ، حيث أنك أنت عدت إلى التاريخ، منذ 1928 وهي تلجأ دائما إلى استخدام السلاح. حسن البنا انشأ القسم المخصوص، قسم المسلح بتاعهم. سيد قطب، ولا يستطيع اي واحد من قادة الاخوان المسلمين ان ينكر ان سيد قطب لا زال حتى اليوم اهم مرجعيه لهم، وهو صانع فكره التكفير. واستمرار هذا النهج مستمر حتى لكن اليوم. هناك جناح معتدل ايضا عداء عن القطبيين. من قتل الرئيس السادات يقال عنه شهيدا. الرئيس محمد مرسي لما حصل اختطاف وقتل للمصريين في سيناء قال الخاطفين والمخطوفين يكونوا بخير. نحن نريد أن نبني مجتمعا يعيش على القانون، وليس على الحلال والحرام. الجميع يغرق في جراح الماضي. ممكن بس أكمل كيف. وليس على الحلال والحرام كما في أذهانهم. نحن نريد أن نبني مجتمعا يعيش على القانون. أنا بس عايز أكمل النقطة الأخيرة اللي هي بيجزع. مصر في مجابهة مع الإرهاب،
مصر يجب أن يعود إليها الأمن. إذا لم يعد الأمن أمامنا في هذه اللحظة الحاسمة موقف واحد. أليست المصالحة طريقة لتحقيق الأمن؟ أيهما أولى حسب تقديرك؟ إذا رفعت ضد السلاح مثل السيدة تاتشر في بريطانيا هنا، كيف تعاملت مع الـ IRA وشين فين؟ الجناح السياسي، لكن صار لهم جناح سياسي ودخلوا اللعبة السياسية وتوقفت، ولكن بعد أن هم مشوا تماما، بعد أن هم مشوا تماما تمت مصالحة بعد أن هم مشوا تماما. لابد أن تقوم الدولة المصرية على حلها وتقف، وهذا واجب مصري وقومي في تلك اللحظة الراهنة ومتداخل في قوى دولية كثيرة. أليس استقواب الأجهزة الأمنية والحل الأمني أثبت فشله في كثير من التجارب في التعامل مع الإسلام السياسي؟ أليس الإدماج والاندماج السياسي لهم أفضل للمصالحة؟ رجال الأمن ليسوا قطع الطرق، رجال الأمن هؤلاء رجال مهنيين. لا توجد دولة في العالم لا توجد فيها منظومة أمنية محترفة. أنا هسأل حضرتك حاجة، في بريطانيا هنا لو اتسرقت جزمة من محل من دعاة ضد الرأسمالية يظلوا يطاردوا، لأن هناك مبدأ محدد لا يهرب الجناة بجريمتهم أبدا وتظل مطارداتهم دائمة. نعم. فإذا جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين أيضا سياسيا رسبت في الامتحان، يعني على ترفض المصالحة إذا فهمت بإيجاز أو بشروط. أنا أولا جماعة الإخوان المسلمين عليها نبذ الإرهاب، عليها أن تعلم الدولة عن مصادرها المالية ومصادرها المسلحة، وأن تدين كافة أعمال العنف التي قامت. يعني الجيش يعلن عن مصادره المالية وأحزاب سياسية أخرى، كيف تقارن ما بين القوات المسلحة المصرية وجماعة شبه إرهابية؟ كل الفاعلين واللاعبين في الحياة السياسية يجب أن يعتمدوا شفافية ما. لا، هل أنت ممكن تيجي في بريطانيا تقول في بريطانيا ممكن تيجي تقول القوات الجيش البريطاني؟ لا، الجيش البريطاني ليس كما الجيش المصري. عفوا، الجيش المصري جيش وطني وقوي، مؤسسة والدولة داخل الدولة يصفه البعض. ليس صحيحا، ليس هذا موضوعنا. الجيش المصري، الجيش المصري هو نتاج الحركة الوطنية المصرية. نعم. وهو الذي استصدى للغزو الإنجليزي في مصر 1982. نعم، ليس موضوعنا على كل. شكرا أستاذ محمد سودان، أفسح لك المجال. الكثير من النقاط والانتقادات للإخوان، المصالحة تعلون السقف، عندكم جناح متشدد يصفه البعض بالصقور أو القطبيين، يرفضون تماما وتغرق مصر في الأثناء، والمواطن العادي المصري الفلاح البسيط يدفع الثمن لغياب الأمن. طيب، أنا بس قبل ما أرد على المصالحة، أنا لي طبعا تعليق على ما قاله الأستاذ خالد دبور. قيل كلام كثير، أنا ما بغلطش في اسمه، هو مصر يغلط في اسمي، رغم أن احنا طلعنا سوا سيد محمد سودان أكثر من سبع مرات، يعني طلعنا سوا، والدكتور حازم نفس الشيء يعني. نعم. الحقيقة أولا نحن دائما ما ندين الإرهاب، هذه أولا. من قتل السادات الكل يعلم أنه هو يعني الجماعة الإسلامية الذين حتى الآن يقولوا احنا، ومنهم من عوقب بالقتل، ومنهم من عوقب بعشرين سنة سجن، ومبارك أعدهم. لكن تثنون على الإسلامبولي وتعتبرونه شهيدا أيضا. حضرتك ما تطلع لي تصريح يقول الكلام ده؟ قول لي في تصريح يقول الكلام ده. هناك أنا ما قطعتش حضرتك، تفضل حضرتك، متأسف، تفضل. فإذا نحن ندين الإرهاب وضد هذا الكلام. أوكي. حسني مبارك نفسه الدكتاتور الأعظم لم يقل يوما أن جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة إرهابية، لم يحدث. ماذا كان توصف ونحن في عهد كنا المعارضين مبارك. نعم، الجماعة المحظورة. لكن لم يقل أبدا أن إحنا جماعة إرهابية وجماعة عندنا سلاح وجماعة كذا وجماعة كذا. نعم. مش عارف دكتور حازم جاب الكلام ده منين الحقيقة، واضح أنه تقريبا في أحلامه أو ذلك. أما بالنسبة لمرسي كان له أخطاء، لكن السيسي كان له جرائم وخيانة. لا تقارن بين من أخطأ يا أستاذ خالد وما بين من خان رئيسه، ومن خان الدستور، ومن خان شعبه، ومن قتل، وما زال يقتل ويحبس، وباع مصر كلها يعني. وهانت مصر الحياة في عهد السيسي منذ 3 يوليو الماضي. لدينا الآن أكثر من 42 ألف معتقل، وأحكام غريبة الشكل يعني. منهم يعني مثلا فضيلة المرشد عنده 4 إعدام حتى. نعم. الآن يعني ربما يأخذ أكثر من. نعم. حاجات عجيبة الحقيقة لم نسمعنا. 30/6 ما هيش معجزة الحقيقة، معجزة إيه؟ دي خيانة. لأن الرئيس مرسي يوم 2/7 كل المصريين الذين نزلهم خونة. غريب منطقة التخوين. لا لا لا، لا منطقة التخوين هذا لا يجوز. نحن نسبة كبيرة من المصريين نزلت الشارع وضاف الذرع بحكم الإخوان، يجب أن نقول هذا. أتكلم عن ما حدث في 3 يوليو. 30/6 أهلا وسهلا بالناس اللي نزلوا. أهلا وسهلا وعزل مرسي. لكن السيسي لما ينزل ويعزل رئيس منتخب ويحطه في سجن ويخطفه لمدة 2 شهر ما حدش عارف هو فين، دي اسمه إيه؟ ده اسمه انقلاب عسكري، انقلاب عسكري بامتياز. لما أنا أنزل وأعترض أهلا وسهلا،
ست شهور احتلوا ميدان التحرير ورئيس مرسي ما عملهمش حاجه، كانوا ياتوني الى احتللتم ميدان رابعه ايضا يقول قائل في المقابل. لا احنا بعد الانقلاب اعتصمنا في ميدان رابعه بعد هذا الانقلاب، هذا مكان عمومي لا يجوز. كانت النتيجه 2600 شهيد مش كده ولا ايه؟ و42 ألف سجين. هذه خيارات الإخوان للاعتصام هنا يتحملون مسؤوليتها. لكن ماذا فعل مرسي بقى في 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 ميدان التحرير لمدة 6 شهور؟ سرة البلد، لم يحاكم واحد. دعنا نتقدم، لا نريد أن نغرف الموضوع، نحن نستشرف الآن موضوع المصالحة. موضوع المصالحة بشروط عندكم، شروطكم أن ترفضونها أم لا؟ خليني أقول لك، أولا السيسي أول ما جه قال لا وجود للإخوان المسلمين لا في المنح السياسي ولا في المنح الدعوي، يعني أولا بيقصي من البداية قبل أن تصنف بجماعة إرهابية تقصد؟ قبل ما يصنف هو قال مفيش، ونفسه وحنين صباحي قال نفس الكلام. إذا الإقصاء من البداية. موضوع التفجيرات طبعا هذه خيبة كبيرة الحقيقة، لما يجي وزير الداخلية ويقول قبل يعني تفجيرات مديرية أمن القاهرة ويقول أنا حاطط فوق كل مديرية أمن وكل قسم شرطة جرانوف والجدع يقرب، وبعديها بكذا ساعة تيجي عربية مملوءة بمتفجرات وتقف نص ساعة أمام بوابة مديرية أمن القاهرة اللي فيها كمين 100 كمين عشان توصلها وتنفجر أمام البوابة. وبعدين جنات مصر اللي أعلنهم قبل التفجير ب 48 ساعة زي ما قال الأستاذ خالد، قال يا جماعة إحنا زرعنا وبعدين يروحوا يبعثوا. يعني أنا عايز أفهم أصلا يعني معكم حتى علاقة بما حدث؟ إحنا بندين هذا الخلاف وندين أيضا، وهم يهمشون ويقصون لابد أن يردوا الفعل أيضا. شوف أنا بقول لحضرتك لا أبدا، لأن إحنا قلنا أنها سلمية، يعني إحنا سلمية وإحنا اللي بنقتل وإحنا اللي بنعدم وإحنا اللي بنغتصب، إحنا الجوارح فينا، ورغم ذلك نزلنا نقول أن سلميتنا أقوى من الرصاص، ما زلنا ومتمسكين بها الى النهايه لان نعرف ان فعلا السلميه اقوى من الرصاص. طب ماذا عن تنازلات من الطرفين استاذ؟ بسالك بقى المصالحه التي باتت مطلب. انا عايز ادين بس الاول الاستاذ حازم، عايز اقول له ان دي خيابه من الجيش المصري وخيابه من الشرطه المصريه ان تحدث هذه التفجيرات في عقر دارهم وهم مش قادرين يعني، واللي راح يفكها حتى ينفجر، يعني يبعث واحد بيفهم بدل ما يبعث واحد مش فاهم، يعني حاجة عجيبة الحقيقة. ضحكوا علينا العالم كله تقصير يعني. الأمن أو يعني ثغرات في كل أي الدول أيا كان ما يروحش بقى يقول إن فلان، لا الأول شوف خيبتك تقيلة إيه وإن الناس بتوعك مش فاهمين اللي بيعملوه إيه. ماذا عن خيبة المصالحة؟ وأنا عايز أقول الحقيقة إن إحنا ربنا يرحم الاثنين الضباط اللي ماتوا ويشفي 13 جندي المصابين، ربنا يعفو عنهم ويعافيهم، وقال لهم لو سمحتوا ما تبعتوش حد إلا بيفهم بالحاجات دي، ولما يدوكوا إنذار يا جنات مصر يبقى اسمعوا الكلام وما تستهزئوش بالحاجة دي. لا بس تريد أن تحدثني عن المصالحة. نعم. أما عن المصالحة يعني أنا عايز أقول إن إحنا عندنا أكثر من 7500 قتيل وشهيد، فإذا المصالحة لابد أن يكون لها شروط. الدماء له ثمن. ما هي مثلا الإفراج عن مرسي؟ لما أقول لحضرتك الدماء له ثمن تقول لي الإفراج عن مرسي؟ أنا بتكلم عن دماء. ما القيادات أنت بتقتلني وأنت بتقتلني في أي أو بتقتل بنتي أو بتقتل ابني وعايزني اجي اصالحك واقول لك كتر خيرك، مش معقول. يعني لابد ان يكون في عداله انتقاليه. أولا مثلا مبادره شيخ الازهر بالديه والدفع لم تتجاوبوا معها، لا تعني شوف حضرتك اي مبادره صدرت من اي حد الطرف الثاني اصلا لا يستجيب. الطرف الثاني اللي هو الحكومه سيسي ومن معه اولا لا يستجيبوا لاي مبادرات. دكتور حسن نفع كان قدم مبادره وغيره. يقال ان جناح متشدد يتزعمه الشاطر في الاخوان مرسي قابل بمبدا التفاوض من محبسه الى ان الشاطر يرفض بشده، ما مدى دقه هذه المعلومه؟ لا الكلام ده غير صحيح الحقيقه، الكلام ده غير صحيح. شوف حضرتك ما المأسور او السجين ده يعني ما يتحاسبش، زائد ان انت ما تسمعش صوته اصلا، في حاجه كده في الدنيا؟ يبقى انا سجين وما تسمعش صوتي الا لما انا اتحكم فيك؟ ده شيء عجيب الحقيقه اللي بيحصل في مصر ده. وبعدين تقول عليه كلام هو ما قالهوش ازاي يعني؟ كيف؟ طب لا يمكن ان تستمر مصر هكذا بهذا الانقسام، ولا يمكن ان تبني مسيرتها في الانتقال هكذا تضيع الثوره. نعم. والدوله صحيح. والمواطن صحيح. ايضا صحيح. ما الحل؟ صحيح الحل هو الذي خان، لابد ان يعود الى
الى الى الوضع الاول. انت رجل عسكري يعني نعيش باحقاد الماضي نعيش باحقاد الماضي لا. يعني انت تنفي اي امكانيه لفتح يعني صفحه جديده؟ لا بالعكس بالعكس، لابد من خطا في الاول، وعد الناس قال لهم احنا انا انتوا اكرم مني واغلى من عيني والكلام الحياه المعسول الفارغ اللي قاله، وقال احنا مالناش طمع في حاجه، وبعد كده اتضح ان هو طمعان في الرئاسه. والاستاذ خالد نفسه وحزبه يعني شوف كل من وقف معه هياكله سيسي هياكله، لان هي دي طبيعته. هو منتخب على كل يقول اليوم يعني كل راي يعني انتخابات تزليه يعني ما علينا. ناخذ راي الاستاذ خالد، طولنا عليه من القاهره ايضا. سيد خالد، افق الحل هل من اجتراح ممكن ام ان هذا الاستقطاب يزداد حده ويجعل مصر في مازق حقيقي، وامكانيه الانتقال من الازمه الاهليه كما يصفها البعض الى الحرب الاهليه؟ لا يعني أنا أتمنى طبعا أن احتمال الحرب الأهلية ده أمر مستبعد. أعتقد أن احنا مرينا بأسوأ الأوقات، يعني أسوأ الأوقات على مدى العام الماضي في حالة متواصلة من المظاهرات التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين. أنا مرة تانية لا أملك ما يكفي من الأدلة على تورط جماعة الإخوان بشكل مباشر في العمليات الإرهابية، ولكن كما أشرت من الواضح أن هناك حالة من التسامح أو التساهل مع عمليات العنف التي تحدث. الإدانة اللفظية أمر سهل للغاية، نحن نتابع مواقع جماعة الإخوان المسلمين وما ينشرونه على صفحات التواصل الاجتماعي. هناك من يدعون علنا ما يقولون ما دون الرصاص هو سلمية، هناك بالطبع البعض يقول قياداتنا في السجون، نحن نتصرف بشكل منعزل، فبالتالي أصحاب الداعين إلى الثأر والتعامل بالعنف مع الحكومة لهم اليد العليا الآن. كل هذه أمور أعتقد أنها متخبطة، ولكن المشكلة مرة أخرى أن ما لا يدركه السيد سويدان، وأنا أعتذر له لأن أنا لم أكن أرى صورته، محمد سويدان يعني محمد سويدان نعم بالطبع أنا يعني أنا أعرفه أيضا، شاركنا من قبل في برامج نعم. ولكن ما لا يدركه جيدا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الآن هم ضد الإخوان، فبالتالي الاستمرار في يعني الإشارة إلى نواقص النظام أو مثلا زي ما أنا أشرت فشل وزارة الداخلية الواضح أمس في التعامل مع القنابل اللي كانت مزروعة أمام الاتحادية، أو السعي للإشارة إلى استمرار الأزمات الاقتصادية وكل هذه الأمور من دون الاعتراف بإخطائهم يا أستاذ ميكي، يعني أعتقد دي هتبقى مشكلة كبيرة. يعني في عهد جماعة الإخوان المسلمين كان هناك أيضا قتلى من شباب ثورة 25 يناير، شهداء مثل الحسيني أبو ضيف الصحفي ومحمد الجندي وجابر جيكا وآخرين، ولا أعتقد أن قلب السيد سويدان كان حيرق لحال هؤلاء. المشكلة أن الإخوان كانوا يتصرفوا بطريقة يعني كانت تريد الاستبداد ولكن لصالح جماعة الإخوان المسلمين. لكن سيد خالد لازم نعترف بيه، اسمح لي هنا حتى نطلب شيئا من الإنصاف. ربما يقول البعض أن المسؤولية دائما على من هم في السلطة، عن الحاكم، على الماسك بزمام الأمور، وليس على الإخوان التي قياداتها في السجن أو مهجرين أو وضعهم سيء الآن. يعني هو بالتأكيد وضعهم سيء، ولكن هو السؤال يا أستاذ ميكي لازم يسألون نفسهم كيف نوقف ازدياد سوء هذا الوضع. يعني أنا بتكلم مع ناس من جماعة الإخوان المسلمين، إحنا في الآخر يعني زي ما حضرتك أشرت موجودين من الإخوان موجودين من 100 سنة معنا في أماكن العمل، معنا في الجامعات، معنا في المساكن اللي بنسكن فيها. يقول لك لا يمكن التنازل مع كل أعداد هذه القتلة، ولكن لماذا لا يتم طرح سؤال وكيف نمنع وقوع المزيد من القتلة؟ طيب يعني أليس نعم حريب السلطة بالسلطة القائمة والقادمة والجديدة أن تؤسس أو تقدم مبادرة أيضا تدشن بها عهدها؟ هذا وارد أيضا اجتراح مصالحة وطنية، وحدث هذا مع كثير من الرؤساء الجدد أخيرهم في أوكرانيا، تتابع بالتأكيد ما يجري هناك وأنت صحفي قبل أن تكون سياسيا. بكل تأكيد يا فندم، بس المهم أنه لا توجد دولة وبالذات دولة من النمط القائم في المنطقة العربية وفي مصر من الممكن أن تقوم بهذا النوع من المبادرات تحت يعني تهديد الإرهاب وتحت تهديد العمليات المسلحة وتحت تهديد المظاهرات المتواصلة التي تسعى لإضعاف الدولة. المبادرة يجب أن تأتي من الطرفين. بوروتشينكو في شرق البلاد يشتعل بالمسلحين وعرض هدنة عليهم، يعني لم نسمع عن اي نوع، انا ما سمعتش السؤال كويس، بس احنا لم نسمع اي عرض من قبل جماعه الاخوان المسلمين ينطوي على الاعتراف بالوضع القائم بعد 30 يونيو باستحاله عوده الرئيس السابق محمد مرسي. وانا عايز اشير اذا سمحت لي في هذا الصدد الى ما قاله يعني رئيس حركه النهضه في تونس الشيخ راشد الغنوشي، من ان الخطا الرئيسي الذي ارتكبته جماعه الاخوان المسلمين في مصر انها ارادت اداره شؤون البلاد بعقليه ال51%، ان هم كسبوا الانتخابات ب51% فارادوا ان
يتجاهلوا تماما ال 48 او ال 49 المتبقيين. نعم. واحنا خرجنا من نظام ديكتاتوري لمده 30 سنه، كان لازم نشتغل سويا، كان لازم نعمل سويا من اجل بناء مجتمع ديمقراطي، ولكن الاخوان استهانوا بالمعارضه، ضيقوا على كل الحريات. نعم. من ناحيه سيطرتهم على كتابه الدستور، فبالتالي احنا وصلنا لوضع غير مستقر، فيجب ان نمضي قدما. نعم. يعني الاخوان تتوقف عن المطالبه بعوده مرسي، وفي نفس الوقت الدوله تبدا فورا. نعم. في مراجعه اوضاع المعتقلين والافراج عنهم، والتوقف عن هذه المحاكمات التي تصدر احكام اعدام بالجمعه. نمضي قدما ايضا في البرنامج. يعني استاذ خالد لو سمحت لي بالمقاطعه، دكتور رفاعي لديك ما توقع؟ هو الحقيقه مع تقديري للحوار الا ان الحوار في قدر من الاجتزاء يعني عن عما يدور في الحقيقه. يعني في كلام كتير بيتقال ان جماعه الاخوان المسلمين ليس لها علاقه بالسلاح وبتاع. العمل السياسي الحديث بيتضمن ان يكون لك علاقه بمنظمات تستخدم السلاح والعنف، وانت تنكر انك انت لك اي علاقه بها. يعني هل حماس ليست كنت سأذكر مثال ليست كمثال واضح؟ لا بس المشروع مقاومة والوضع مختلف. وفخورين بأنهم حركة إخوانية. هل الأنفاق اللي موجودة ما بين اللي كانت موجودة داخل سيناء ما بين حماس ومصر لم تستخدم لتهريب السلاح، لم يستخدم لدخول الإرهابيين وخروجهم؟ هذه واقع. ثانيا، المنطقة العربية من يلعب فيها دور الفوضى الخلاقة، الأداة الأساسية اللي فعل دور الفوضى الخلاقة هي جماعات الإسلام السياسي في المنطقة العربية كلها. نرسلهم للمريخ مثلا؟ نلقي بهم في تحت الأرض؟ معلش أنا جاي لحضرتك، هؤلاء مصريون يا سيدي. أنا جاي لحضرتك على النقطة ديت. خلينا أقول أن نحن نتحدث عن تنظيمات سياسية ولا نتحدث عن تيار اجتماعي. نحن لا نتحدث عن تنظيمات عندها شعبية. لحظة أقول لحضرتك، نحن نتحدث عن تنظيمات سياسية ولا نتحدث عن مجموعة عرقية ولا نتحدث عن سلوك جماعة صوفية أو غيره. نعم. هذا حزب سياسي له رأس وله برنامج ويستند إلى سلاح وله علاقات بالخارج والداخل وغيره، وتنظيم دولي بنا. معنى أنهم أقوياء في اللحظة الراهنة لا يعني أنه لا تجب مجابهتهم، دي نقطة في منتهى الأهمية. وكلمة ماذا نفعل بهم؟ نبعتهم المريخ ونستبعدهم، أو زي ما الدكتور الأستاذ خالد قال، معنا في الشغل بقالهم آلاف السنين، هناك كان في عشرات ومئات وآلاف الوفديين، فين حزب الوفد النهاردة؟ يعني أنت مع المواجهة لا مع المصالحة؟ أنا مع أن مصر أن مصر تتقدم إلى الأمام، أن تقف الدولة المصرية على أقدامها وأن تنتهي حالة الإزدواجية في السلطة. جماعة الإخوان المسلمين أكمل نقطة لمصر أن تطير بجناح واحد، لحظة عفواً تحتاج لجناحين. لحظة واحدة، الإخوان المسلمين ليسوا جناحاً لمصر. أنا حوضح لحضرتك نقطة واحدة. تعرف من انتخب مرسي كام يعني؟ ممكن أقول لحضرتك، مصر عاشت حالة من حالات الشلل والإزدواج السياسي مع جماعة الإخوان المسلمين منذ عقد الرئيس أنور السادات صفقة القناطر الخيرية سنة 71. نمت جماعة الإخوان المسلمين وتحولت إلى كيان أسطوري أخطبوط هو في جميع الرئيس المؤمن حين في جميع أنحاء البلاد. نعم. وأصبح نعم. اتخاذ أي قرار وفساد مبارك لم تمنع له الإخوان. أنا بعتبر مبارك استمرار لحكم السادات. أنا بعتبر يعني مبارك ديكتاتورية مبارك هي اللي أدت إلى يعني إعطاء الغطاء لجماعة الإخوان. هذا فرق بسيط. الرئيس أنور السادات حط خط السكة الحديد ومبارك كمل عليه. إنما جماعة الإخوان المسلمين تحويل المسألة إن إحنا نبعتهم المريخ وإحنا معانا الإخوان في كل حتة ودول يا حرام مش عارف إيه، هذا برنامج هذا حزب له برنامج. الحزب النازي في ألمانيا كان حزب قوي جدا، كان هناك الملايين أعضاء في الحزب النازي. المؤمنين بالتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا كانوا بالملايين. التخلص من شوي قلت لي ليسوا فيها عرقية، لأن تعود الفئة العرقية هم حزب سياسي كما قلت ليسوا فيها عرقية. إذن استحضار النموذج الجنوب أفريقي قد يكون ربما النموذج الجنوب الأفريقي ناخذ منه المصالحة أيضا. لا ما إحنا مع عندما تتراجع جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين انتحرت سياسيا ويجب أن يحاكموا بتهمة الغباء السياسي مش بتهمة أي شيء آخر. محمد مرسي لو كان دعا إلى استفتاء قبل 30 يونيو كانت جماعة الإخوان المسلمين عاشت واستمرت في مصر. واضح. شكرا لك دكتور. أستاذ محمد سودان، نقاط كثيرة مرة أخرى عن المصالحة وشجونها وشؤونها، حدثنا من زاوية إخوانية صرف. كتر خيرك دكتور حازم. أولا أنه إحنا بيتهمنا أن إحنا غباء سياسي، والحقيقة يعني الإناء ينضح بما الكثير فيه. يقولون هذا. نعم. ليس دكتور فقط، والإناء ينضح بما فيه. الحقيقة تهريب السلاح اللي مسؤول عنها السيسي اللي كان رئيس المخابرات وقتها، إذا كان في
سلاح يتهرب يبقى المسؤول عنه مش مرسي، المسؤول عنه رئيس المخابرات، القائد الاعلى للقوات المسلحه هو الرئيس. نعم، لكن المخابرات اساسا هي اللي ماسكه المنطقه دي على اي الاحوال. يعني يعني هي دي الحقيقه، شماعات مساله السلاح والتنظيم السلاحي والمش... كل ده كلام يعني حقيقه. خلينا في الرؤيه الاستشرافيه يا استاذ، مصر القريبه كيف تراها بكم او بدونكم؟ مصر باقصاء اي حد، الاخوان المسلمين ما هماش جايين من المريخ زي ما حضرتك قلت، الاخوان المسلمين فصيل من الشعب، يعني نجحوا في 5 استحقاقات انتخابية في مصر، ودائما كانوا ناجحين في انتخابات اتحاد طلاب الجامعات. شعبيتهم كثيرة، هل تدركون ذلك؟ هل تجرون نقدا ذاتيا؟ نعم زي انا سبق وقلت ان احنا لينا اخطاء بس ما لناش جرائم، ما لناش خيانات، ما قتلناش، ما ذبحناش، ما سرقناش، مش كده ولا ايه؟ على اي الاحوال، وطبعا كانت سنة في ظل دولة عميقة وثورة مضادة وغيره وغيره وغيره. يعني المصالحة يعني هي الحل الوحيد اللي يحصل ده، لكن المصالحة لابد أن يبدأ بتراجع العسكر عن المشهد السياسي، لأن ثورة 25 يناير يا أستاذ خالد قامت عشان تحول مصر من دولة عسكرية إلى دولة مدنية. أما أن يعود السيسي بالدولة العسكرية تانية ومجرد أن يقلع البدلة الميري ويلبس بدلة مدني يبقى بقى مدني، لا لسه اسمه سيادة المشير، اللي خد مشير يعني خلى عدلي منصور يعينه وبعدين يحول نفسه مشير. على كل مرسي يعني هو اللي رقاه وهو اللي حط كرسي رقاه من الاقامه اللي هو لو ما كان زايد الناس في 30/6 على اي الاحوال. يعني دماء التسهيل الان هي دماء مصريه، السجون اللي مفتوحه هي سجون الشعب المصري، واللي موجود الان مش الاخوان بس في السجون ولا اللي بيتاثروا، ده اللي موجود فصيل من الشعب المصري. ضد هذا الانقلاب. فيما تبقى مع الأستاذ خالد من القاهرة، في كلمات وجيزة، كيف ترى الصورة في مصر والمشهد المصري في قادم الأيام؟ يعني في 30 ثانية. أعتقد أن احنا ما زال أيام صعبة قادمة للأسف الشديد في ضوء تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار حالة العنف وعمليات الإرهاب. أتمنى أن الرئيس السيسي يعني يتبنى سياسة تؤكد تقديم مشروع بديل يجذب المزيد من المواطنين المصريين ويقنع كل أطراف المجتمع المصري بالمشاركة في العملية السياسية. شكرا لك خالد داود من القاهرة، مع حفظ الألقاب أشكر ضيفي في الأستوديو، لم يبقى لنا من وقت كثير، كنت معكم أنا مكي هلال من هنا من استوديوهات لندن على شاشة بي بي سي، إلى اللقاء.